اليوم اجينا لكم بمسابقة كثير حلوة كثير بتجنن، والمسابقة هي بتقول انه رح احنا موجودين بحديقة الحيوانات، رح نمرق على حيوانات وتكتبوا لنا بالتعليق تحت لفوق بالتعليقات شو اسم هذا الحيوان؟ دودي نعم. بالمناسبة ايش اسم هذا الحيوان؟ انتوا قولوا لنا. بس لاني انا بخاف منه. حرام. ورجعنا لكم يا اولاد مع الحيوان الثاني. شو هذا؟ انا بقول هذا بعرفش. هسه الاولاد بعرفوا. ورجعنا لكم بثالث حيوان. شو هاي؟ هاي سلحفاه. بارا هاي حبيبتي بارا. الاولاد بيقولوا لنا تنسوش بالتعليقات تحت. ورجعنا لكم يا اولاد برابع حيوان. رابع حيوان شو هاد؟ انا حسيته كمان مره بقرا بعرف. زخافي. يا اولاد اكتبوا لنا بالتعليقات كل الحيوانات اللي شفتوها قبل، ومين نشوف مين اشطر واحد فيكم. انا باي.